اهلا يا جماعه، انا مصطفى جمال، متطوع في التنميه بلا حدود من 2003. كان عندي اياميها 18 سنه. انا حاليا بعمل خدمه طوعيه اوروبيه في المانيا، ودي انا بعملها من خلال جمعيه تنميه بلا حدود. اتعلمت ايه من تنميه بلا حدود؟ حاجات كتير اتعلمتها ونمت قدراتي الشخصيه، وعرفتني قدراتي الذاتيه ايه هي. حاجات بعض الحاجات من الحاجات اللي اتعلمتها ازاي اتعامل مع ناس من بيئات مختلفة في مصر، او ليهم افكار مختلفة عن افكاري. اتعلمت ازاي اعتمد على نفسي من خلال الانشطة اللي كنت بنظمها او بشترك فيها كمتطوع. الانشطة دي كلها ساهمت في ان ثقتي بنفسي تزيد، والجمعية فتحت ليا افاق جديدة في التفكير، سواء افكار داخل مصر او خارج مصر. برضو كان في أنشطة انترناشنال عملتها، ادتني قدرة على ان انا افهم ثقافات اخرى بره مصر، وازاي الناس بتفكر في الاماكن التانية. زي مثلا السنة اللي انا بعملها هنا دي، انا بكتسب فيها خبرة ان انا بتعرف على ثقافة جديدة وبتعلم لغة جديدة وكده. وشكرا.